مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة زكان. لا زالت معاناة الاسر التي تم افراغها من هذه العمارة الايلة للسقوط تعيش في العراء، وامضت الليلة الاولى في امام هذه البوابة ديال العمارة بطبيعة الحال. فغادي نعطي يعني الكلمة لبعض الساكنة. يعني البارحة خويا بتنا في الشارع هنا في بيتنا مكربصين، بتنا ليل كامل، وفات الصباح جا القيد تكربص علينا، ضربنا القيد هنا والعيالات هنا، كاين مريضة مسكينة بيتها هنا وكلشي مبيتين هنا في بيتنا 16 14 بايدين مكربصين البرد والتكربيص والبرودة وما مفرشين والو. حتى دوك الكواس اللي عطاونا الجيران اللي عطاونا الناس في سبيل الله، الناس الله يجازيهم بخير، راه داوهم لينا. وانا باش عيطوا لي قال لي شدوا داروا ماشي قانوني، اما علمونا ما جات بليغ ما جا والو، جاو سدوا طرقوا الدار شي قال لي فرعوها، خرجوا لي امي عندها 110 خرجوا لي على برا هزوها خرجوها، ما فرسنا ما يتعاودها، وما دابا شردونا ما داروش لنا شي بديل، يدو عطيونا على البديل ولا علمونا. ما فهمنا والو، ما فهمنا والو، خاص يعرفوا علاش خرجوني، عطونا مسطره علاش غادي نخرجوا، واش كاين شي بديل، واش حنا جينا من الخلا ولا منين جينا، من شي غابه ولا منين جينا. جا وقال لك لا سير خرج خرجونا شردونا، واش غادي يخرجونا باش يعطينا شي بديل، ولا باش غادي نكونوا ولا يتاجروا معنا يهضروا معنا يريحوا معنا على الطبله نعرفوا واش واقع اش كاين. هما جاو خرجونا دابا احنا في الشارع، احنا راه ما عندنا فيها نمشوا، راه كاين الناس العائلات كاين اللي ما عندهاش 18 عام وانا ساكن هنا، انا راهن ماشي كاري ولا شيء، كنطلب الحق ديالي، يعطوني البديل ما غادي نكونوا. كاين هذه الاسره مسكينه الوليدات الصغار هما ما عندهم بين يمشيو حتى للمدرسه، ما مشاوش لها الوليدات الصغار ما مشاوش للمدرسه، هما بيتين مساكن هنا هما بيتين مشاو. وعباد الله المراه بيتها، عباد الله بيتها في الشارع، واش هذا كاين شي قانون عباد الله؟ واش المسؤولين بيتين مبرعين عمارات بالفيلات ديالهم وكل شيء، وحنا بيتنا عباد الله مكرسين، والعيالات كاينه مسكينه اللي عندها 70 عام، كاين اللي عندها 110 عام عباد الله، وبيتها هنا في الشارع، راه ماشي قانون هذا، واش حنا في دولة الحق والقانون ولا ضحك؟ وما جاش كيتكرس على القيد، جا كيضربنا القيد، المرأة طيحة قبيلة مسكينة ودينا هذوك المات اللي عطاونا، هذوك المات اللي عطاونا الناس اللي عطاونا الحباب، جاو حيدوهم ليه مقلعوهم ليه؟ واش قانون عباد الله هذا؟ وانا بيدوني يا صاحبي بيدوني، علاش عيدوني؟ علاش؟ علاش عيدنا القيد؟ كيتكرس فيا علاش؟ راه كان بيدينا القيد، راه حيدوا لنا الناس، اش بغى عنا؟ يعطينا البديل، احنا فواضينا ماشي فواض، احنا مع الحق، احنا مع القانون، ماشي احنا ضد القانون، يعطونا البديل يريحوا معنا على الطبله، نعرفوا واش واقع، نعرفوا واش كاين، ومستعدين، يعطونا يجوا يناقشوا معنا، يريحوا معنا، يقولنا اش واقع، احنا كاين في المكان فين كاين اللي بغانا راه يجي لعندنا، الناس هما راه ما عندنا فين غاديين، احنا راه ما عندنا فين باكين، هنا قاعدين حتى يكون الحل. يعطونا البديل على العقل واخا يعطونا عام كازا فين نريحوا بعدا حتى نعطيه كل حاجه، راه ما عندناش فين نمشوا. والسلام عليكم، الله ينصر سيدنا، الله يدير لنا فيها الخير. انتم اخواننا الكرام يعني مجموعه من الاسر، يعني انتم هنا بطبيعه الحال غادي نخلي يعني الناس هذا عار راحنا هنا فين بتنا، هنا ولدي فين باتني، ربع بشهات العساسه بيتي نعسين علينا البوليس والمخازنيه. ايوا صافي سيدي وليدي، هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عطا الله. خرجونا وسدوا الدار، راه القفوله، سير شوف اولدي، راه القفوله، راه القوه واقفه، راه العساسه، راه كلشي واقف. وبيتين بالجوع بالعطش، الله يخليك، عاد مول القهوه اللي جاب لنا براد ديالها تاي، ودابا راه حنا ما واكلين ما شاربين من البارح. من البارح يحلوا لنا دارنا، يحلوا لنا دارنا، يحلوا لنا دارنا، دارنا صحيحه ما طايحاش. واللي بغى يموت موته وحده، اللهم نموتوا ولا نبقاو في الشارع، موته وحده ميتينا. شحال انت ساكنه هنا؟ من 2006 2021. شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي حلوا لنا دارنا سيدي، حلوا لنا دارنا، ندخلوا نقولوا جاتنا، واش خرجنا حتى حاجه ما عندنا، حتى حاجه، حتى حاجه، راه الشومه راه خيبت تبقى ولدها، راه عيب، راه عيب يسدوا علينا الدور ديالنا، راه عيب، كاينه اللي حاضره خرجوها مسكينه.
مسكينة من مع 8 الصباح أنا مشيت للطبيب مجيت لقيت عيطوا عليا الجيران سيدي راه ضرب بزاف راه ماشي كشومة سيدة سدي لي على الدواء داخل صفات لينا هنا شنو سدي لي على الدواء ديالي أنا كنشرب الدواء ديالي علاش خرجوكم أشنو أشنو علاش خرجوكم أشنو خرجونا قال لي كيضرب التريب ضرب التريب عيطونا البديل ديالها أنا ما عندناش فين نمشي وداخلين كيفرعوا بالبيبان وكيفرعوا بالبيبان وفرعوا لي أن الباب وأنا خدامة طريقة عشوائية ملي جيت أنا مع 8 ملي جيت مع 8 لقيت الباب ديالي مسدود أنا دروك عارف واش هادي دولة الحق والقانون ولا دولة التراث جات قايد دابا تكرفص عليا وانا مريضة وانا مريضة حقرنا وتكرفص علينا هما بيت ناقص وحنا بيتنا شنو رسالتكم المسؤولين شنو تقول رسالتك المسؤولين كنقول المسؤولين كنقولوا لنا الدار منهم يجيو لنا يقولوا لنا شي حل يحلوا لنا الدار فين نتقرب ويعطونا البديل يعطونا البديل فين نمشوا حنا ما فحالناش وعيالنا كبار وما فحالناش وعندنا الدراري كنزرعوا على اسره شكرا أنتم يا إخواني الكرام يعني مجموعة من الأسر اللي زالت هنا في هذه المنطقة بطبيعة الحال كما كتشوفوا طبيعة الحال فهنتم يعني تم إغلاق هذه العمارة الأيلة للسقوط ومجموعة من الأسر باتت يعني في عراء يعني كما كتشوفوا إخواني الكرام بطبيعة الحال كنتمنى أنه يتم إيجاد حل آني وسريع لهذه المعضلة لهذه الأسر اللي كتعيش يعني في الشارع لحدود اللحظة. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر على أمل لقاء بكم في بث آخر إن شاء الله.